أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى، وأطلت زخات متفرقة من الأمطار. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في بعض المناطق. نبدأ نشاطنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون درجة الحرارة حوالي 24 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة منخفضة 19% فقط، أما الرياح تكون خفيفة السرعة جنوبية الاتجاه، وبالتالي السحور في الخارج سيكون بشكل عام ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 22، عرعة 32 إلى 19، وتبوك 33 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، المدينة المنورة أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 37 إلى 24، جدة 29 إلى 28، مكة المكرمة أيضا أجواء غير مستقرة وزخات رعدية من الأمطار 36 إلى 28، والطائف نفس الأجواء، زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام في هذه المناطق، زخات رعدية من الأمطار، الباحة 24 إلى 15، أبها 26 إلى 16، وجزائر 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 31 إلى 25، حفر الباطن 33 إلى 22، والإحساء 33 إلى 24 درجة مئوية. خلال المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 32 إلى 25، بريدة 32 إلى 20، أما حائل أجواء غير مستقرة وزخات رعدية من الأمطار 31 إلى 17 درجة مئوية. إلى أن تنتهي نشرتنا، للقاء.